بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوان المشاهدين المشاهدات، حياكم الله في برنامجكم مع كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل نورا وهدى وشفاء، تعالوا بنا لنهتدي بكتاب الله عز وجل، ونقف مع آياته، ونحرك به القلوب، ونهتدي بهداياته، ونكتفي آثاره، ونستن بما ورد فيه من آيات وأحكام وتشريعات، ونلتزم بها. حياكم الله في برنامجكم هدى للناس في هذا اللقاء السادس مع الجزء السادس من كتاب الله عز وجل، برعاية علمية من الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه تبيان. باسمي واسمكم أيها الإخوة المشاهدون جميعا، أرحب بفضيلة أخي وشيخي الأستاذ الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ، أستاذ السنة وعلومها وعضو الهيئة العالمية للقرآن الكريم. حياكم الله شيخنا الشيخ عبد الله، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الدكتور عبد الله، اعتدنا في برنامجنا هذا بحمد الله عز وجل فيما مضى من ليالي من حلقاته الماضية أن نسلط الضوء كل ليلة أو كل حلقة على جزء من أجزاء القرآن الكريم، ونأخذ في البداية إطلالة عامة على هذا الجزء والموضوعات التي تحدث عنها. وهذا الجزء، الجزء السادس من القرآن الكريم، مقدار منه في سورة النساء، والجزء الأكبر منه في سورة المائدة. ونحن في حلقتنا السابقة في الجزء الخامس سلطنا الضوء كثيرا على محور سورة النساء وعلى موضوعها الرئيسي، فلعلنا لأهمية موضوع ما ورد في سورة المائدة، يعني رأيتم نكتفي بتسليط الضوء مباشرة على موضوعات سورة المائدة، فتفضلوا مشكورين ماجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. معظم الجزء السادس في الحقيقة لم يفت إلا ثمن الذي كان في سورة النساء، والباقي في سورة المائدة. نعم. سورة المائدة التي استغرقت الجزء السادس يمكن أن تسميها، بل سماها بعض أهل العلم بسورة العقود. العقود، نعم، هي سورة العقود، وهي سورة المائدة. وإنما سميت العقود لأن هذه السورة محورها الذي تدور موضوعاتها عليه، نعم، موضوع العقد، العقد بين هذا الإنسان المكلف، نعم، الذي جعله الله عز وجل في هذه الأرض يعيش زمنا ثم يرحل منها. نعم. هو في هذه الحياة بينه وبين الله عز وجل عقود ومواثيق، وبينه وبين خلق الله عز وجل عهود ومواثيق. نعم. أما الأول فضرورة أنه مخلوق لله عز وجل، فبينه وبين خالقه عقود. نعم. وأما الثاني فضرورة كونه كائن بشري اجتماعي يعيش بين الناس، نعم، وله علاقات معهم، فهو حينئذ محتاج إلى أن يتعامل معهم وفق منظومة كاملة هي منظومة العقد. نعم. فالعقد في أصله هو الربط والشد، تقول عقدت الحبل يعني ربطته. نعم. فهي سورة العقود وهي سورة المائدة. سورة، نعم، العقود لأنها ابتدأت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. سورة المائدة لأن بني إسرائيل سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل الله عز وجل عليهم مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. نعم. والحقيقة أن المائدة هي عقد، لأن المائدة حينما طلبوها لأجل أن يزدادوا إيمانا، ولأجل أن يزدادوا يقينا برسالة عيسى وأنه من الله عز وجل. نعم. ولهذا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والسبب أنه نقض العهد. نعم. حينما طلب هذه الآية العظيمة
لأجل أن يزداد إيمانه ويقينه، فكيف به يرتد بعد هذا الأمر؟ نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. حقيقة هذا الربط متميز جدا الذي تفضلتم به، وهو أن محور الرئيس السورة محوره الرئيسي هو قضية العقود. نعم، وأحسنتم جزاكم الله خير في توسيع دائرة العقد. كثير من الناس حينما يطلق كلمة العقود ينصرف إلى العقود المالية البحتة، والسورة قد تحدثت عن هذا ولا شك، لكن الأبعاد التي تفضلتم بذكرها وهي العقد بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، ثم التطبيقات التي تفضلتم بالإشارة لها في نهاية السورة وسيأتي حديث عنها، هي أيضا عقد، عقد حتى إنزال طلب هذه المائدة وتخلي أو أن الله سبحانه وتعالى ربط إنزال هذه المائدة بعقد أنهم يؤمنون، فهو نعم. عقد كما أشرتم. نعم. فهذا حقيقة محور أو ربط ممتاز أو متميز لمحور السورة والآيات المتعلقة بها. فضيلة الشيخ، لعلنا نتحدث الآن بعد أن بيّنتم اسم السورة وعلاقته بمقصدها الرئيسي هو قضية العقود، لعلنا ننطلق إلى تجليات مقصد السورة على آياتها، بداية من مطلعها وأيضا ما ورد في أثنائها من دلالات تدل على هذه الموضوع، هو موضوع العقود في الشريعة الإسلامية. نحن حينما نقول هذه سورة العقود نجد أن هذا واضح في السورة في مقامين. المقام الأول في المفردات التي استعملت في آيات هذه السورة، تقصد الألفاظ، الألفاظ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. نعم. والمقام الثاني في الأحكام التي تضمنتها هذه السورة. نعم. فمثلا في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بالعقود. نعم. وهنا ملمح مهم جدا، وهو أن هذا العقد خوطب به المؤمن، لأن من مقتضى إيمانه أن يفي بهذا العقد، يلتزم بما، فالإيمان في حد ذاته نعم هو عقد بينه وبين الله عز وجل. نعم. والأحكام إنما هي شرائع وتفاصيل لهذا الإيمان، فكأنه كأن الخطاب يا أيها الذي التزم بعقد وفي بهذا العقد الذي بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق. نعم. وكأنه فضيلة الشيخ أيضا من ملتزم من مقتضيات، نعم، كما أشرتم من مقتضيات الإيمان الوفاء بالعقود. نعم. المؤمنون، جاء التعبير أيضا بألفاظ أخرى بلفظ الميثاق، مثلا قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. نعم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. نعم. هنا أنا أريد أن أقف عند قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فكأن الإنسان حينما يطلب منه أن يفي بالعقود فإن هذا الوفاء هو ثمرة أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو بالنظر إلى كثرة النعم التي أنعمها الله عز وجل على هذا العبد، واذكروا نعمة الله عليكم. ومن المعهود عندنا في حياتنا، نعم، أن الإنعام يقابل بالاعتراف بهذا الإنعام والإحسان، وأن الإنسان إذا كان ينعم عليه ولا يقابل ذلك بأي موقف إيجابي فهو كنود وهو جحد. صدقت. وهو سوء في الخلق. نعم. اذكروا نعمة الله عليكم، فإذا نعم الله عز وجل أصلا توجب عليك الانقياد والطاعة لله عز وجل، وكم بالله عز وجل عليك من نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الثاني ميثاقه الذي واثقكم به، أي العهد الذي بينكم وبينه، سواء العهد الأول في ظهر آدم أو العهد الذي حدث الآن بسبب قولك أشهد
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأنت أيها العبد عليك أن تساق إلى الامتثال وأن تساق إلى الطاعة لله عز وجل بهذين السائقين الجميلين، ذكر سائق النعم، سائق النعمة، نعم، وسائق العقد. ولا ينبغي مع نعمة الله عز وجل السابغة عليك أن تعصي، كما لا ينبغي مع العقد الذي ربط في عنقك الذي التزمت به والتزمت به، نعم، طائعا مختارا، نعم، أن تنقضه وأن تدع ما ذكره الله عز وجل أو ما أمرك الله عز وجل به من الأوامر والنواهي، نعم. هذا من حيث الدلالة الدلالات اللفظية، اللفظية، نعم، على موضوع العقود. أي فنحن إذا نظرنا إلى السورة وجدنا أن لفظ العقد جاء في السورة إما بلفظه المباشر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو بالدلالات المماثلة الميثاق، نعم، أو بالدلالات المعنوية كما في آخر السورة في آية المائدة. نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. حقيقة هذا يعني استقصاء جيد لموضوع العقد من ناحية الدلالة اللفظية ووجوده في السورة، وهو أمر بارز، فجزاكم الله خيرا. لعل ننطلق إلى بيان العقود المتصلة بتوحيد الله عز وجل في السورة، نعم، ودلالاتها والآيات الدالة عليها. أولا، العقود التي جاءت في هذه السورة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين، نعم. العقد الأول أو المجموعة الأولى هي عقد الإيمان بين الله عز وجل وبين العبد، هذا الإيمان الذي يتضمن الاعتراف لله عز وجل بالوحدانية سبحانه وتعالى، بالربوبية، نعم، بالألوهية، بأسمائه وصفاته، بالطاعة له سبحانه وتعالى، بعدم الشرك معه، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل مثيل أو شبيه، نعم. هذا عقد التوحيد، هذا عقد التوحيد، نعم، وهو العقد الأكبر، وهو العقد الذي تنبثق منه كل العقود. ولهذا الإيمان هو بوابة الإسلام، فمن لم يؤمن بالله عز وجل ويعترف به ويقر به لم ينظر بعد ذلك إلى ما دخل أصلا في بوابة العقد، عقد هذا الدين، نعم، نعم. فهذا الأمر الأول. الآيات في سورة المائدة قد جاءت في هذا العقد الأول حقيقة طرقتهم من بابين. الباب الأول الأمر به، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود هنا لفظ عام، فأل هنا للجنس يعني بكل عقد، وأول هذه العقود هو العقد مع الله، العقد مع الله عز، نعم، وجل. والأمر الثاني أو المسلك الثاني في السورة في معالجة هذا الأمر هو أن الله عز وجل قص علينا قصص قوم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل، كتحذير من مثل هذا السلوك، وعقب على كل نقض فعلوه بذكر الجزاء والعقوبة التي جعلها الله عز وجل على من نقض عهده، هذا العهد، نعم. السورة الحقيقة حفلت بطائفتين، نعم، وهم بنو إسرائيل، طائفة اليهود والنصارى، وطائفة النصارى. وأنا تأملت في السورة فوجدت أن أكثر من 50%، أكثر من نصف السورة كان حديثا عن بني إسرائيل وعن نقضهم للعهود، وكان حديثا عن نقضهم للعهود والمواثيق التي بينهم وبين الله عز وجل. الله أكبر، بارز جدا في هذه السورة. ولهذا حقيقة من أراد أن يعرف شأن بني إسرائيل في العقد والميثاق والوفاء والصدق والبر في العقود عليه أن يقرأ سورة المائدة. سورة المائدة الحقيقة يعني كشف وتجلية لأخلاق هؤلاء الأقوام. دعنا نأخذ أمثلة فقط، لأنه الوقت لا يتسع، نأخذ أمثلة من ما يتعلق باليهود ومما يتعلق بالنصارى. مثلا في اليهود، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، جاءت كلمة الميثاق هنا، نعم، التي أشار، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم
وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. العقوبة هنا، كيف لك أن تنقض العهد وأنت ترى هؤلاء لعنهم الله عز وجل أعوذ بالله وجعل قلوبهم قاسية؟ والحقيقة هاتان عقوبتان بليغتان جدا. صدقت. الأمر الأول اللعنة، الطرد من رحمة الله، والأمر الثاني يمكن أن يقال تدمير جهاز الاستقبال عند الإنسان. نعم. جعلنا قلوبهم قاسية، والقلب أهم صفة فيه الرقة، لأجل أن تدخله أنوار الوحي. نعم. والحق. نعم. فإذا قسى هذا القلب رد كل خير وكل حق، ولم يبقى يعلم إلا ما أشرب من هوى. نعم. هذا موضع واحد. الموضع الثاني قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام حينما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هم يعودون بهذه الأرض يعني بالخير. ماذا كان؟ نعم. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا الأمر الذي فعلوه الله عز وجل حرم عليهم، جعلهم في التيه 40 عاما حتى ينقرض ذلك الجيل، حتى ينقرض ذلك الجيل الناقض للعقد. نعم. ويأتي جيل يحس بقيمة الوفاء ويحس بقيمة العهد والميثاق الذي بينه وبين الله عز وجل، فيدخل تلك الأرض المقدسة، لأنه ما كان لتلك الأرض المقدسة أن تطأها تلك الأقدام التي ربت وأصرت وبقيت على هذا العناد والجحود والاستكبار. نعم. هنا يستحضر الحقيقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف والمشهد، يستحضره عبد الله بن مسعود، أو يروي لنا عبد الله بن مسعود هذا المشهد في بدر. بدر كان موقف فيه خوف يمكن شبيه بالخوف الذي كان عند بني إسرائيل. طبعا خوفوا، قالوا إن فيها قوما جبارين، يعني ناس عظام وأشداء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وكانت موعظة الرجلين لكنهم لم يستمعوا إلى ذلك. في بدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا للقتال. وهم أقل عددا وأقل عدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن العهد بينه وبينهم أن يحموه إذا خرج من المدينة، فأخذ يشاورهم مرة وثانية وثالثة. يريد أن استوثق منهم. أحس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، بهذا الأمر. يقول عبد الله بن مسعود: شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال، أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، يعني إذ سمع قول المقداد رضي الله عنه. استجابة يعني هنا واضحة. أنتقل إلى مواضع النقض عند النصارى. هذا الطائفة الأولى من بني إسرائيل وهم اليهود، وهذا تمثيل الحقيقة. أنا قلت إن أكثر من 50% من السورة هي عن بني إسرائيل. نقض العهد متجذر عندها في أشياء كثيرة جدا. هذه نماذج. النصارى، قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نسوا هنا، النسيان هنا بمعنى ترك العمل،
وليس النسيان المعهود. فهناك الآية تقرر ليس حدثا بعينه، وإنما تقرر ترك كبير جدا، أن الله عز وجل أخذ ميثاقهم فتركوا العمل بكثير من أحكام هذا الميثاق. نعم، نحن نحذر أن نصير إلى هذا المصير، ونخوف بأمرين اثنين. نعم. الأمر الأول في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، والثاني وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نقض العهود والمواثيق هو بوابة العداوة والبغضاء. صدقتم، وهذا واضح جدا يا شيخ. وهذا واضح، نعم، حتى في الأشياء الشخصية، يعني في حياتنا. لماذا نعم. لماذا تسري بين الناس العداوة والبغضاء؟ نعم، لأني بيني وبينك عقد وما وفيت، صدقت، بيني وبينك عقد وكذبت علي، بيني وبينك عقد فلم تفي، صدقت، اشتريت مني ولم توفلي، صدقت، عاهدتني ولم تفي لي، ائتمنتك فخنتني. العداوة والبغضاء المحاكم تمتلئ بماذا؟ صدقت، تمتلئ بالذين نقضوا العهود والمواثيق فيما بينهم. صحيح. فإذا العداوة والبغضاء لا تنتشر في المجتمع إلا من خلال نقض هذه العقود. وهذه عقوبة. هذه عقوبة. نعم. عقوبة عاجلة. نعم. العقوبة المخيفة جدا، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الذي ينقض العهد في الدنيا قد يسلم. قد يسلم من العقوبة. في الدنيا. قد يسلم من المؤاخذة في الدنيا. نعم. قد يتسامح صاحبه عنه لأنه لا يقدر عليه، لكن سينبئه الله عز وجل بما كان قد صنع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذا غدرة فلان بن فلان، هذا غدرة فلان، فضيحة أمام الملأ، فضيحة، فضيحة أمام الملأ وبين الناس. نعم. الموضع الثاني قصة المائدة. قصة المائدة لعل نمر عليها شيخ سريع، نريد فيما بقي من خمس دقائق نسلط الضوء على موضوع الوفاء بالعقود. طيب، يعني قصة المائدة هي أنهم أرادوا من عيسى أن يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة، طعام يأتي من السماء مطبوخ وجاهز ويأكلون. فقال لهم اتقوا الله، يعني ترى يعني إذا أجيب هذا فوراءه عقوبة إذا لم تؤمنوا. نعم. فأصروا فنزلت المائدة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا جزء شيخ عيسى، هذا جزء من العهد، وهو العهد الذي بين العبد وبين ربه. هناك جزء آخر في الصورة، وهو العهد والعقد الذي بين الإنسان وبين بقية الناس. نعم. إذا تحب ننتقل إليه. والله لو نشير إلى أنه مهم جدا، ونريد أن نبين قيمة هذه الشريعة الإسلامية في وتميزها في هذا الموضوع فيما بقي من 3 أو 4 دقائق للبرنامج. طيب. أنا فقط أعدد على أساس يكون هذا واضح. فمثلا القرطبي يقول في هذه السورة 19 فريضة ليست في غيرها، فهو يشير إلى أن الفرائض التي انفردت بها وإن كانت فيها فرائض أخرى ليست موجودة فيها وفي غيرها من السور. مثلا تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذه محرمات. ما علمتم من الجوارح حل ما أكلته ما ذبحته أو ما صادته هذه المعلمة. طعام الذين أوتوا الكتاب حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب. تمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تحريم السرقة، تحريم قتل الصيد للمحرم، تحريم الاعتداء في تحريم ما أحل الله عز وجل، كما كان شأن المشركين حينما كانوا يحرمون أنواعا لم يرد تحريمها في الشرع. نعم. شهادة الشهادة حين على الوصية حين الموت. وأيضا إذا ناديتم إلى الصلاة، لا هذا ليس في هذه السورة، قضية الأذان ونحوه. نعم. المقصود أن هذه السورة امتلأت بأنواع من الأحكام، وذكرت هذه الأحكام لأجل الوفاء بها. هناك ملحظ مهم الشيخ، أرجو إذا كان يتسع الوقت. والله بقي عندنا يمكن 3 دقيقتين. طيب. لأنه حقيقة تذكرت الآن قضية قصة هابيل وقابيل وقضية حرمة الدماء، نريد أن نعلق عليها. طيب. فيما سمح الله. أهم شيء أن الأحكام
الأحكام في الشريعة، ومنها الأحكام التي وردت في سورة المائدة هي تحقق المقاصد العظمى في الشريعة. المقاصد العظمى نأخذ مثلا أولا مقصد حفظ الدين، حفظ الدين وذلك بالأمر بالتوحيد والتشنيع على من خالف التوحيد من بني إسرائيل. نعم. الأمر الثاني مقصد حفظ العقل، ولذلك جاء تحريم الخمر في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا جميل. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. بجتنبه. المقصد الثالث حفظ المال. نعم. ولهذا جاء حد السرقة جميل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نعم. وتحريم الميسر أيضا مقصد حفظ الأعراض والأنساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات هم الذين يحلون من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حفظ الدماء. ويعني قصة ابني آدم بسطت في هذه السورة، وكيف أن المقتول كان ورعا عن حتى أن يقابله باعتداء مثل اعتدائه لأجل أنه يخاف الله عز وجل، فكان هذا القتل وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به، وحرمة الدماء من أعظم. ولهذا في هذه السورة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما في أعظم من هذه الآية شيخنا في قضية حرمة الدماء، وخاصة في هذا العصر الذي هناك تأولات فاسدة يقتل الإنسان وفي قوله تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الأحكام في الشريعة أصلا كلها تؤدي إلى حفظ هذه المقاصد من الدين والعقل والنفس والمال والعرض والدماء. الدماء، نعم أحسنت. مساكم الله خير يا شيخ، فعلا يعني هذه المقاصد التي ذكرت فضلتم بها وهي المقاصد الخمسة من أهم المقاصد التي اعتنت هذه السورة ببيانها، ولعلكم أشرتم إشارات سريعة سواء كانت هذا من ناحية تحريم الاعتداء في السرقة على المال وغير ذلك، أو تحريم الدماء وغيرها، أو تحريم الخمر، أو الأمر بحفظ يعني النفس في قوله سبحانه وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الشيخ الكريم، الحديث في هذه السورة ومعكم حقيقة يعني حقها أن يبسط، لكن وقت البرنامج أزف، فأشكر الله عز وجل ثم أشكر لكم هذه الإفاضة وهذه الوقفات في هذه السورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم ممن يفي بالعقود مع ربه ومع الناس سبحانه وتعالى. وأنتم مشاهدي الكرام أشكر لكم حسن متابعتكم، وأذكركم بالسؤال الذي سيكون بعد هذه الحلقة والذي سيكون على الشاشة أمامكم بعد قليل. ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفائزين في اليوم الثالث: آمال سلوم الحمومي من الرياض، عائدة محمد خليل من الرياض. أسماء الفائزين في اليوم الرابع: فيصل أنور محمد عفيف من جدة، أمل عبد الكريم محمد من الرياض. أسماء الفائزين في اليوم الخامس: سعيد عبد المعطي حمدون من اليمن من محافظة حضرموت، حواء إبراهيم أنس من المدينة المنورة. السؤال السادس: لسورة المائدة اسم آخر، فما هو ولماذا سميت بذلك؟